رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي بنتابع فيها اهم واخر النشر نجوم الكوره على صفحاتهم الرسميه. هنبتدي معاكم بصفحه النادي الاهلي على الانستجرام، واللي نشرت صوره لاحتفال احمد فتحي بهدف وهرايا كوناكر الغيني، وكتبت الجوكر احمد فتحي. كمان صلاح محسن لاعب النادي الاهلي كتب على صفحته على تويتر بعد الصعود لنص نهائي دوري الابطال: الحمد لله دايما وابدا، ان شاء الله البطوله في الجزيره. نروح بقى للصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي الكاف على تويتر، اللي طرحت النهارده استفتاء لاختيار افضل هدف في ربع نهائي دوري الابطال. كان من ضمن الاهداف المرشحه للهدف الاول طبعا النادي الاهلي في مرمى هرايا كوناكري اللي احرزه وليد سليمان، وكمان هدف صلاح محسن. وعن نجمنا بقى محمد صلاح اللي بيستعد طبعا لحضور حفل الفيفا للاعلان عن جوائز الافضل او ذا بيست في العالم بعد شويه باذن الله. نشر ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي صوره قديمه ليه مع صلاح، وكتب بالتوفيق يا صلاح. كمان اسلام الشاطر نجم الاهلي السابق على صفحته على تويتر كتب: من سيكون الافضل في العالم اليوم؟ هل محمد صلاح عنده فرصه الفوز؟ نتمناها مصريه يا رب ان شاء الله. كمان صفحه باتشر فوتبول على الفيسبوك نشرت فيديو عن حفل جوائز الافضل في العالم تحت عنوان الافضل يصلون لندن. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. كمان نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر صورة لنجمنا المصري محمد صلاح، ومعاها تصريح للمدرب العام للمنتخبات هاني رمزي اللي بيقول: صلاح يستحق الجايزة لصعوبة مشواره للنجاح، تمكن من تجاوز الاختلافات الثقافية وأحدث تأثير إيجابي حقيقي في العلاقات ما بين الشعوب، إنه سفير حقيقي للعرب، شاب لديه طموح كبير يحقق أهدافه بينما يربح القلوب بسلوكه المثالي داخل خارج الملعب، إنه حقا مصدر فخر وشرف لكل مصري. كمان نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي الكاف لكرة القدم على تويتر فيديو لواحد من جمهور مباراة النادي الأهلي وهرايا كوناكر الغيني، وكتبت: محمد صلاح صغير في مباراة الأهلي وهرايا. عالميا بقى نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة ليه على الانستغرام من مباراة يوفنتوس امبارح قدام فرانزينوني في الدوري الايطالي، واللي كتبها ليوفنتوس 2-0، وكريستيانو رونالدو طبعا احرز الهدف الاول، وكتب: انتصار مهم اخر فلنتقدم سويا. كمان نشر اوناي امري المدير الفني للارسنال على صفحته على تويتر صوره من ماتش الجانرز مع ايفرتون واللي انتهى 2-0 لصالح الارسنال، وكتب كمان: الاسبوع الماضي كان جيد ولكنه انتهى علينا التفكير في الخطوه القادمه. مسعود وزال نجم ارسنال كمان كتب على صفحته على انستغرام: 4 انتصارات متتاليه في الدوري فلتستمر دوافعنا. كمان نشرت صفحه نادي مانشستر يونايتد على تويتر صوره لنجم ديفيد بيكهام من 15 سنه وده اثناء وجوده مع الفريق، وصوره دلوقتي هو بيلعب كوره، وعلقت: بعض الاشياء لا تتغير ابدا. كمان نشرت الصفحه الرسميه للدوري الاسباني فيديو للهدف الاول للمدافع جيرارد بيكي في الليجا من 12 سنه مع ريال سرقستا. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع. اما بقى تير شتايجن حارس مرمى بارسا فكتب على صفحته على الفيسبوك بعد تعادل برشلونه مع جيرونا امبارح 2-2 في الليجا: بالطبع كان لدينا هدف اخر الليله الماضيه، ولكن وسط الظروف الحاليه تعد النتيجه جيده، نواصل بلا هزيمه في الدوري وهذا امر مهم، موعدنا الاربعاء. كمان كتب سيرخي روبرتو لاعب برشلونه على تويتر: لم نحقق النقاط الثلاث لكن الفريق اعطى كل شيء حتى النهايه.
كمان نشر لوكس فاسكس لاعب ريال مدريد صوره على الانستغرام من مباراه الملك يوم السبت واللي انتهت طبعا 1-0 لصالح ريال مدريد. وكتب فاسكس: انتصار مهم وسط شعبنا، دايما اللعب ضد اسبانيول شيء مميز. شفنا بقى معاكم اهم اللي اتقال في السوشيال ميديا من امبارح لحد النهارده. دلوقتي هنطلع معاكم للفاصل وبعد كده هنرجع ونستقبل ضيفنا استاذ خالد عامر الصحفي في موقع جريده اعس الاسبانيه.